الأهلي يفقد نقطتين ثمينتين في صراع على القمة بالتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف. كابتن شريف، امتداد للشوط الأول، أعتقد شفنا الشوط الثاني بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، نفس الشكل، أداء بطيء جدا، لعيبة مش قادرة تفكر، لعيبة حتى الروح اللي احنا كنا بنعتمد عليها في ظل الارهاق او اي حاجه كان بيعوض كل حاجه، حتى في ظل الاصابات، حتى في ظل انك انت راجع من سفر وكل، انما مش موجود، اللعيبه كلها اوت اوف بوزيشن، اوت اوف فورم، بيلعبوا على اساس ان احنا نخطف اي كوره على شكل الارسال الطويل، وانت عندكش اصلا حد بيلعب بدماغه كويس، تحركات السويتشات اللي هي بتربك اي دفاع، والتاخر حتى في الكرات العرضيه اللي هي بتسمح لك بيها الفرص، يعني لما بيجيلك الفرصه اكتر واحده راحت لفتحي وراح شايطها في طلعها محمد بسام برجله، برضه دي كانت لازم تلعب بالعرض دي، يعني مزبوط. اسهل، وفي اثنين كمان موجودين الناحيه الثانيه، ده الطريقه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، ازاي بنساعد بعض، ازاي بنصنع الفوز، ازاي حتى لو عايز تلعب بالهدوء ده اللي احنا بنطلبه، بس مش بهذا الشكل يعني. وبعدين تحس برضو ان في لعيبه مرهقه قوي، يعني علي معلول النهارده سايب الكره حتى القفشه في الفاول اللي هو المفروض بيلعبها من الحته دي، قال له العبها انت، انا في ارهاق واضح على لعيبه، ارهاق كبير. بس النهارده حسام حسن انت لسه راجع، عشان كده انا بقول لك لما كنت بتسال حسام حسن يعمل ايه، قلت لك اهم حاجه اللي حواليه، حواليه النهارده كمان كانوا بعيد عن الفورم، بعيد ومش قادرين، وكل واحد ما عندكش غير ديانج النهارده هو اللي واقف وشايف الملعب وبيقطع الكوره وبيعمل المهام المطلوبه منه وزياده، يعني بيعمل كل حاجه عنده في الكوره، ده دي شغلتي النهارده، انا شغلتي ان انا ما يحصلش عليا هجمات، ان انا اقطع كورتي اباصي سليم، ده لما لعب واحده طويله سنه استغربنا اللي جت رايحه المعلول في اخر المباراه. اصابه سوليه برضو في الاول ودخول فتحي قلنا نشطت الحكايه وبقى في كره اسرع، وانما التغييرات اللي نزلت، ثلاث تغييرات باتنين فراوده، ما حسيتش محمد شريف خالص، انا مش موجود. صلاح حاول تعامل مع الكره، تحس ان اللعيبه بعيده، بس صلاح كان بيحاول وكان ليه اكتر من محاوله على المرمى، بيحاول كل بس اللعيبه بعيده، الناس بتتفرج عليه وهو بيطلع، لو واحد قرب شويه، واحد 1 2 لازم يبقى اسرع من كده، لازم يبقى تحسسني وانا جايب الكوره ان في اكتر من واحد بيطلب الكوره، لا مفيش حد بيطلب الكوره، سايبين لك انت القرار. حتى لما بينجح قفشه في الدخول لعبه خمس ست سبع دقائق كده، ظهر في الصوره تاني تايم في اخر المباراه، بيحاول يلعب الكوره لاي حد، يلعبها لمحمد شريف، شاطها في الشبكه من بره، كل واحد بيترجم الحكايه هي وظروفها. يعني بقيت انا قاعد بتفرج كده، يا رب ما تتخت في واحده، الراجل راح ورقص الجون وحطها في العارضه، فالتعادل قال لك انا هنجيب جون دلوقتي، ما اللي ما بيجيش هنا بيجي هنا، انت ما... لا انت بعيد، الاهلي النهارده بعيد خالص عن حتى ما خلقتش فرص انك انت تقدر تجيب منها اهداف، هو ما فيش تفكير، خدت بالك؟ بطيء، حتى الباص اما بيجي من باصي بيباصي الكره لزميله بطيئه تروح له، مش البوم اللي هي يستلمها ويسلم، ان تضرب خطوط، تضرب لعيبه، تطلع لعيبه بره اللعبه، تبقى اسرع انت، تعمل الكروس، الكروس ده اللي ممكن بنران صديقه يخش، انما هي الحكايه واضحه جدا، التكوف اللي هو محمد بسام طويل جدا بيطلع يستلم الكوره ويمسكها، ف ما اقدرش النهارده اقول هارد لك، لا احنا اللي ضيعنا المكسب، احنا اللي ما دخلناش في المباراه من الاول خالص، احنا الكام فرصه اللي جولنا بتاعت بيرتساو اللي رقص فيها الجول برضو دي كان خطأ من المدافع، كان خطأ من المدافع، وكرة بتاعت محمد هاني مش فاكر اي حاجه تانية غير ان في تاخر دايما، ديلي، في ديلي كل الكرات اللي موجوده فيها تاخر اللاعبين البعض، تحركات مفيش، كل لعيب عايز حتى اللي نزلوا، يعني حتى نزلوا مفيش، فاكر علي بتقول انا عايز الاجريسيف، عايز اللعيب يبقى شرس وهو بيهجم، اللعيب يبقى عنده قرار الشوط، اللعيب احنا ما شطناش ولا كرة، مفيش ولا كرة النهاردة اتشاط، واحدة اتشاط خبطت في باك وطلعت كورنر، ف النهاردة ما عملتش أي حاجة الحقيقة إنك تاخد الثلاث نقاط، ف دي حاجة الجهاز الفني بقى والمحللين هيقعدوا معاهم يشوفوا،
اللعيبه بتاخد اجازات اول ما بترجع من الماتشات والسفريات، اكيد في دروب حاصل بسبب الاشتراك هنا والاشتراك هنا. ولازم تقعد تشوف احسن العناصر لما تيجي نحط تيم كله يبقى سليم، اللي ينزل الملعب يتسال الاول اخبارك ايه النهارده، تقدر تلعب انت سليم؟ لازم الحكايه دي يكون فيها النهارده استشفاء جامد جدا للفرقه كلها. صحيح. طيب كابتن علاء، اسباب التعادل كتيره ولكن اهمها ان انت ما عملتش اي حاجه عشان تكسب. ما عملتش اي حاجه النهارده من بدايه المباراه نهايتها ان انت تكسب او الناس اللي بتتفرج وعارفه ان الاهلي هيجيب جول. معلش يعني. مش عندك الاحساس ده؟ لا. خالص. ما هو الاحساس ده الاداء اللي بيديه لك ايمن، البدايه بقول لك انا الشوط الاول البدايه ضاعت منك، الطبيعي الشوط الثاني لا ما ينفعش 45 دقيقه تضيعوا كده، لكن الشوط الثاني نفس الشكل، نفس البطء، نفس الاداء، نفس انتشار وحش قوي اذا كان بلال بيتكلم. الاطراف انت ناسي حاجه اسمها اطراف، لان لعيبه الاطراف ما بيلعبوش على الاطراف، انت من اكبر مميزاتك وشكلك الحلو ودايما اي ضغط بتعمله على اي فريق انك اولا استحواذ كويس قوي، تمرير صح كله، استخدم الاطراف كويس جدا. انا معاك علي معلول مجهد وتعبان، حوده حدو قاعد بره، مش عيب. ما هو لعيب في النادي الاهلي يا ايمن، لو انا علي تعبان على فكره ده كتر خيره يعني، لو انا شايف ان علي تعبان محمود وحيد يلعب مكان لعيب كويس ولعيب موجود في النادي الاهلي، ادام موجود في النادي الاهلي يبقى انت اكيد لعيب كويس، انت مش جاي كده يعني، مش جاي كده تقعد وخلاص، لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه شراستك الهجوميه مفيش. شكل ادائك يا ايمن، شكل ادائك انت مالكش، مفيش ملامح، دايما الفريق بيبقى ليه ملامح في شكله، في تمريره، في ادائه، في حاجه بتتعمل. انت النهارده 96 دقيقه انت مش واضح انت عايز ايه المباراه، ما ينفعش. بس 96 دقيقة انت مش واضح عايز ايه. طيب خليني اكلمك في حاجة انت قلتها، الشراسة الهجومية وافتقادك للشراسة الهجومية. مش موجود. دي لعيبة في الملعب. ماشي، بس لازم يبقى حتى ما انا بقول لك ايه، انشيلوتي امبارح ايه؟ انا بتكلم بالصدفة كده وحصل. ماشي. انشيلوتي الشوط الأول ريال مدريد امبارح مش موجود. أيوة. ولا شراسة ولا حاجة، هو لدرجة ان هو قال لك كنا ناعمين. يعني تخيل انت مدرب يقول لك احنا كنا ناعمين شوية. الشوط الثاني غير الحال تماما، هو اللي ضاغط وهدف واتنين بسبب عشان شخصيه ريال مدريد وشراسه لعبته. مش شراسه هجوميه بس يا ايمن، شراسه دفاعيه، ازاي اقطع الكوره، ازاي ما ينفعش عليا هجمه مرتده زي اللي فاتت دي. انا النهارده لو انت حقاني قوي تقول النهارده كويس نقطه التعادل، لان الهدف الضعف الاخر جت في القائم، لو حاول يضيعها مش هيحاول، مش هينفع. لكن من ستر ربنا الحمد لله ان الهدف ده ما جاش، لكن النهارده الجيم هيضيع منك، الوقت كان قليل جدا. وعشان ترجع للمباراه دي ما عندكش المقومات دي خالص، ما ينفعش. يعني انت قصدك شراستك في انك انت عايز الثلاثه بونت مش ما جتش موجوده النهارده خالص، طمعك عايز عايز الماتش ده. ايوه انت فاهمني، خلصت الرجاء والحمد لله تاهلت، داخل على دوري عام، الناس كلها بتبص عليك. واتكلمنا على فكره في الاستوديو هنا وقلنا جماهير الاهلي دايما عينها على الدوري العام. صح. دايما عشان كمان انت السنه اللي فاتت فقدت الدوري العام اللي هو البطوله المفروض باسمك انت في النادي الاهلي. صحيح. فاهمني، فدي ما كانتش موجوده ايمن، ايمن دي مش لعيبه يعني، حتى لو اللعيبه نازله كده لا، في شوط بين الشوطين وفي كلام يبقى جامد كتير على فكره، كلنا مرينا الموقف ده، بس دايما بتلاقي اللي يصحصحك واللي يكلمك وكده. يعني في كوره اللي هو الشناوي في الشوط الاول انقذها، عمل ايه بعد الكوره دي لو الكاميرا جت عليه؟ قام بيزعق في اللعيبه كلها، لان هو حاسس ان مش روحنا. صح. دي مش شخصيتنا، دي مش ادائنا، دي مش، لا احنا مش طمعانين في الثلاث نقاط. انت النهارده ايمن ساعدت طلائع الجيش في السيناريو اللي عمله طارق. بالظبط. طارق عمره كان متخيل ان النادي الاهلي هيساعده كده، فساعده تماما في كل حاجه، بطء، تمرير مقطوع، هجمات بطيئه جدا، شراستك مش موجوده، حتى دفاعيه مش موجود، بس ديانج هو اللي دايما بيحاول يقطع. مزبوط. ويروح ويجي زي ما قال كابتن شريف. صحيح. لكن انت ما بتلعبش لعبه فرديه، انت لازم تبقى جماعيه، جماعيتك النهارده مش موجوده. صحيح. يعني النهارده بص ايمن، بتحصل على فكره في كره القدم، بس انت النهارده فاقد عوامل فوزك، جماعيتك حتى على المستوى الفردي، مش انت برضو مش احسن فرديا، مستوى الجماعي انت مش موجود، الشراسه مش موجوده، يعني حاجات بطيئه، حاجات يعني حاجات كده واضحه النهارده. يعني انا كنت متخيل الشوط الثاني
مع مرور الوقت احس ان لا في ضغط هتحصل. عايزين ثلاث نقاط النهارده يا جماعه، عايز لازم اكسب انا النادي الاهلي، لازم اكسب احاول حتى لو ربنا مش كاتب. بس انا ايه في الاخر كده نطلع نتكلم نقول كلنا ايه، لا احنا حاولنا النهارده بس في الاخر الحاجه مش بتاعتنا، ربنا مش شايل. انت ما عملتش الخطوه دي يعني انت ما ساعدتش للمكسب النهارده. صح. انت الريتم طول ال 96 دقيقه بطيء يا ايمن. ما ينفعش فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي ما فيش تسديده النهارده في على ال 96 دقيقه، ما فيش تسديده، تسديده واحده، فرصتين، فرصتين، ما فيش فرصتين طول المباراه، واحده عملها طلع الجيش والثانيه اللي عملها صلاح محسن، طلع محمد بسام. ما هو خد بالك ال 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 الحاجات دي بتديك على طول النتيجه ان انت النهارده مش في حالتك. دي انت النهارده الاحصائيات دي انت مش في حالتك النهارده. يعني ايه تسديده واحده؟ يعني ايه مضيع فرصتين؟ استحاله. انت كنت بتعد كم الفرص اللي بتضيعه؟ احنا كنا بنعد في ماتش الرجاء مظبوط كم فرصه ضيعناها ايمن، وكنا متضايقين جدا، وبلال قال كنا هنخلص المباراه في القاهره بالزبط. كم فرصه ومباراه اصعب واقوى وبطوله كبيره جدا. صح. فالنهارده انت فرصه قليله جدا. ليه؟ ما هو تقريبا هو نفس الناس اللي لعبت ماتش الرجاء هم لعبوا النهارده، وتقريبا حتى لو مش نفس الناس انا النادي الاهلي معروف انا عايز ايه المباراه النهارده، انا عايز ثلاث نقاط عشان اطلع على القمه. أي. عشان خلاص يبقى الناس تعرف ان النادي الاهلي هو الموجود دايما على القمه، حتى لو ناقص ماتش مش ناقص، لكن انا اللي موجود. لكن النهارده بادائك ده انت هتطمع الناس فيك. طب بتطمع الناس فيك، واقول لك حاجه، هم ليهم حق وليه حق النهارده طلع الجيش يقول انا عملت مباراه كبيره مع النادي الاهلي. يعني طارق لما يطلع يتكلم النهارده، لما طالع عشرة بيطلع يتكلم النهارده من حقه يتكلم، من حقه يقول انا اديت مباراه كبيره النهارده، ويقول وكمان هضيف حاجه هقول لك انا كنت لازم اكسب مباراه النهارده. فانت لو وصلت الامور لكده، لكن كل اللي بقوله ده او اللي حصل النهارده امور طبيعيه في كره القدم. اللي لازم يحصل لازم تحصل، لازم يحصل قعده، لازم يحصل اجتماع مع الناس دي. في ناس لازم تتشد، لازم تتشد، لازم يعرفوا ان لابسين تيشيرت مش سهل، تيشيرت تقيل قوي قوي قوي. اي حد في الدنيا يتمنى يلبس تيشيرت على النادي الاهلي ده طبعا. فلازم اللي يلبس التيشيرت لا يبقى قده، لازم ناس تداس عليها جامد انك تلعب في النادي الاهلي، ما ينفعش يبقى ده شكلنا. انا بقول لك ممكن اقول لك النتيجه دي ممكن تحصل، بس تقول لا ما اقدرش اتكلم. يعني احنا هنتكلم النهارده كلنا في الاستوديو متاكد ان احنا مش عارفين نقول ان احنا كان شكلنا ضيعنا فرص، ما كانتش موجوده شخصيه كويس قوي، انت ما كنتش موجود النهارده. فبتحصل، لكن لازم من بكره زي بلال كان بيتكلم او عادل، من بكره خلاص اليوم بيعدي. اذا كان هيدي اجازه في ماتش بعد يومين، ما انا عارف هيدي، اذا كان هيدي اجازه ولا بكره يعمل استشفاء. لكن اهم من كل ده ايمن مستشفى والكلام ده كله، لا ده لازم كلام، وكلام جامد شويه، لازم كلام جامد، لازم الناس تعرف دي ان لا ده النادي الاهلي الشكل، لا الشكل وحش. انا النتيجه كلام اهم من شغل الملعب طبعا. طبعا النهارده الكلام كان ممكن يكسبك المباراة، الكلام قبل المباراة بين الشوطين من خلال المباراة تكسبك المباراة. أنا ما يهمنيش أتمرن ما أتمرنش، لكن يهمني إن لازم العقلية تتغير. ما ينفعش أنا يعني سطر وسطر، يعني بعد ما راجع من الحمد لله من رجاء بشكل حلو مقبول الحمد لله، وأجواء صعبة جدا جدا جدا، تبقى ده يبقى ده شكلك النهاردة. لا مش هو ده، مش ده، مش شكل النادي الأهلي. لكن بتحصل، بس رب ضارة النافعة زي ما بيقولوا، ان لازم بسرعة تغير بسرعة. حصل حاجة النهاردة، من بكرة نبدأ نتكلم ده فوق بعض، هم دول لعيبة النادي الأهلي. صحيح. كابتن عادل، طارق العشري النهاردة نجح فيما سعى إليه من البداية. طارق ما نجحش. إحنا اللي ما نجحناش. يعني طارق العشري ما نجحش. ليه؟ أنا كلمتك كابتن قلت لك قبل الشوط الأولاني. هو نجح في اللي عايزه. لا يعني أنا بتكلم النجاح بتاع المدرب هو اللي بيعمل تكتيك علشان لا انت النهارده ما كنتش كويس. هقول لك ليه. انا كلمتك قبل اول سؤال كلمته لي، انت قلت لي انا قلت لك خروجنا من بطوله قويه لبطوله اخرى بيحصل عندنا مشكله. ايوه. واديتك امثال كتير قوي، اديتك دوري السنه اللي فاتت ماتش بالذات البنك الاهلي كان الصدفه ادت انك انت لعبت فاينل وكسبته، ورجعت اتعادلت مع البنك الاهلي، ورجعت اتعادلت تاني مع البنك الاهلي في موقف مشابه زي ده. فانا بقول لك في مشكله عندك في حته ايه يا كابتن؟ عندك مشكله كبيره في حته خروجك من بطوله بتلعب في بطوله تانية، او بعد فرحه كبيره
تلعب مباراه ثانيه. المشكله خاصه بمين عاد؟ المشكله من وجهه نظري خاصه بالفرقه كلها، بالفنيين واداريين. المفترض ان تخرج من دي على دي، انك انت تنسي لعيبتك كل الموضوع. انا شفت ثلاث مرات. ما هو انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل في الحكايه دي، يعني انت بتقول انسي لعيبتك البطوله دي، احنا كسبانين ومعديين وجاي روحك المعنويه عاليه زي ما قال الكابتن شريف. يعني انت عارف لو انت خسران معنويه عاليه، لا لا لا، لو انت خسران كانت ممكن الامور تتصعب شويه. بالعكس زي انت ما بتقول. بالعكس. ليه؟ لانه انت وانت خسران اللعيبه بتاعتك عارفه ان هي قصرت، لكن انت كسبان. طيب فانت جاي كسبان، دي بطوله ثانيه. لا ما انا هقول لك يا عادل، الشوط الثاني في مباراه الرجاء بعد اذنك احنا كنا مضغوطين وبنقول عايزين نخرج بالنتيجه، بس واقفين على رجلينا. صح، رحنا للجول ثلاثة انفراد. مظبوط، وسبرنتات من التويتشات. ما انتوا كده مش فاهمين انا بقول ايه. لا احنا ما بعلقش عليك. لا انا ما بعلقش عليك. لا انا عشان احنا ما بعلقش على كلام. لا ما هو انا بوضح لكم، انا بوضح لكم مش موجود النهارده ايه السبب. انا بقول لك السبب ثلاث مرات يحصل فينا كده. بعد بطوله افريقيا خدتها اتعادلت مع، واديتك امثال بالبنك الاهلي ضاع منك بنطين وتعادلت مع البنك الاهلي. بعد بطوله جامده بعديها برضه اتعادلت مع البنك الاهلي. بس ده مش فاينل يا كابتن برضه. لا ده مش فاينل. بص اي موقف ده مش فاينل، وده خد بالك يا كابتن عادل معلش، ده برضه مش هيبقى نظام هتمشي عليه في كل النادي الاهلي. لو انت مشيت بالشكل ده يبقى انت مش هتاخد ولا دوري عام بعد كده، طالما انت يبقى انت لازم تخرج من الفرقه. انا بقول لك تاخد الدوري. لا لحظة. ما هو لحظه، ما هو ده اللي انا بقوله لكم. او تضحي بالدوري عشان ما هو ده اللي انا بقوله لكم. المشكله في ايه؟ ايه المشكله؟ بقالنا ثلاث مرات وانا قلت قبل المباراه واحنا داخلين نتكلم على بدايه المباراه، قلت له يا كابتن ايمن خروجك بعد مكسب كويس ما بتقديش تاني ماتش كويس، يا رب يكون الموضوع اختلف المره دي. دي لتالت مره بيحصل فيك بتفقد بنطين في الدوري علشان انت جاي كسبان من موقع كبيره. موقع صعب يا كابتن. ما انت يعني انت مش مريح عشان تيجي تريح. انت مش فاهم يعني انت ده يا كابتن. لا كابتن انا بتكلم في خطا ما، في خطا ما. النقله دي ما ينفعش تبقى موجوده يعني انت هتروح تلعب افريقيا تتغلب في الدوري. ايه انا بتكلم، انا بقول لك بص عادل عايز يقول، انا فاهم يا كابتن كلامه، هو عايز يقول ان انت النقله بتعمل لك مشكله. لا او التحول الحته دي بتعمل لك مشكله. لا ما قلتش كده، انت ما خليك تكمل. خليك تكمل. عادل عايز يقول ان لما يحصل معاك ثلاث مرات كده يبقى في اسباب بتوصلك لكده، فكانت لازم تتعالج. ما ينفعش تحصل فيك ثلاث مرات. انا فاهم كده. كمل بقى. انا فاهم كده. لحظة. انا فاهم كده. لحظة. ما ينفعش يبقى. لحظة. انا اللي ما ينفعش يبقى الستاندرد بتاعك. انت مش فاهم ايه بقى هو هيقول لي انت. انا مش بقول، انا معاك على فكرة. انا مش بقول ان ده صح. انا مش ضدك. انا بقول لك، انا بوصف لك الحالة فاقول لك حلها من حلها. وجهة نظر التدريب. ماشي يا كابتن. يعني انا لو مدرب بعمل ايه من وجهة نظري انا؟ انا لما بطلع علشان العب مباراة زي دي واوصل لقبل نهائي افريقيا، انا عامل حسابي على بعديها هاجي على مباراه في الدوري. فانا من وجهه نظري بعمل ايه؟ بحضر للمباراه دي باشخاص عندهم طموح اعلى او يرجعوا اكتر. يعني اللعيبه انا ممكن اكون لعبت زي السوليه النهارده لو كان ريح من البدايه، انت فاهمني؟ لانه السوليه من اكتر الناس اللي لعبوا. لو ريحت انا السوليه من البدايه ما كنتش غيرت ولا تعير ولا تعور ولا حمدي مستلم 100% برضه. بالظبط. ما انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن، حمدي برضه عنده جهاده يعني ممكن تمام ملعبش. ما هو انت لازم تجيب بديل ثالث. ما هو مجدي قفشه لما لعب في بطوله كاس العالم للانديه اول مباراه، لما لعب ثاني لعبه اول مباراه، لما لعب ديفندر ثاني جنب ديانج. انت بتلعب طراع الجيش مش بتلعب ده. فانت كنت ممكن تلعب واحد تالت. دي كمان ادعى انك انت تحضيرك للمباراه. انا بتكلم في إيه؟ انك انت عشان تحضر لازم بتحضر للمباريات ما بعد دي. لكن لما انت تالت مره يحصل فيك الموقف ده يبقى انت عندك مشكله في فرقتك في دي. لازم نخلي بالنا منها، لازم نعرف انه لازم اعمل الحته بتاعت اجيب بدايل علشان ما اخسرش بنتين زي دول. يعني مهمين جدا انك انت ازاي تخسر بنتين في بدايه الدوري كده كانوا في المتناول. يعني مع احترام فرقه الجيش،
مش من الفرق اللي في الوقت الحالي اللي هي مخيفه قوي، بس انت راح منك بنتين. انت قلت احنا اللي نجحناهم. احنا نجحناهم، دي حقيقه احنا نجحناهم. فعلشان كده يا كابتن لا لازم مراجعه، نراجع نفسنا من المواقف بتاعه كل ما مراجعه منين؟ اللعيبه جهاز فني؟ لا الجهاز اول اللعبة. جهاز فني. الجهاز الفني لازم يراجع نفسه كويس قوي. أي. في حته ما بعد المباريات الكبيره وما بعد المكاسب الكبيره. طيب. لانه لازم انا دائما بحاسب نفسي. انا بحاسب نفسي ازاي يا كابتن ايمن؟ انا غلطت مرتين ودي الثالثه بعد رجوعي، فايه السبب؟ اشوف السبب واشتغل عليه. اصل ما فيش حاجه بتحصل في الانديه الكبيره من غير ما تدرس. لازم تدرسها علشان تستفاد منها. هل انت لعبت لعيبه كانت مجهده من المباراه والضغط العصبي بتاع اللي فات ما عوضتش ليه؟ او هل انت كان اللعيبه حست ان هي عملت حاجه كويسه فانت ما قعدناش معاهم كتير واتكلمنا وعملنا فيديوهات واتكلمنا معاهم انه انتهى الموضوع وخلص الماتش ده، لا نرجع للدوري عشان الدوري ما يروحش مننا، احنا راح مننا الدوري اللي فات، فادي لك حافز اقوى، ادوس عليك اقوى، اخليك انزلك من السيك الامر. ولا هل انت ممكن تعمل يعني في عقاب لحد اخطا تدوس عليه قوي في اللحظه دي علشان الباقي يخاف؟ يعني في اساليب كتير تدريبيه تقدر تعملها. لكن انا شايف ان في الفتره في المباراه دي من بدايتها لا انت اعدادك كان وحش، بدليل ان انتوا كلكم يا كباتن اتكلمتوا على النادي الاهلي ما عملش هجمه، النادي الاهلي ما عملش كذا، وده مش طبع النادي الاهلي. النادي الاهلي افضل نادي في مصر، انت لسه واصل نص نهائي كاس، يعني قبل نهائي كاس افريقيا يعني. بلال قال لك كلمه في وسط الحديث كده بس مهمه قوي، قال لك مش ده الاستاندر. طبعا انا الاستاندر بتاعي انا بتاع النادي الاهلي لازم بشكل تاني خالص. مظبوط، يعني اكسب على طول صح؟ استاندر تنزل طبعا مخوف الدنيا حتى كلها. اصل الفرق الكبيره خطوطك يا عادل خطوطك لازم بتطلع بتسحب كده رايت ليفت نص إيه ملعب. ايه اسباب انك انت ما كسبتش في كل حاجه؟ ايه اسباب انك انت ما كسبتش النهارده كابتن؟ نفس الاسباب اللي بنناقش فيها اسباب المكسبش بقى المصري يا كابتن. ما هو بقى ما هو ما كانش في افريقيا ولا حاجه. صح يا كابتن. بص يا كابتن عادل، لا 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 مش المصري، انت حاولت كابتن المصري، انت عملت هجمات اكتر، انت النهارده ما عملتش حاجه، خسرت برضه في المصري 1-0 وما كانش في افريقيا وما كانش في اي حاجه. بص خلينا نعترف ان انت المباريات المصري ومباراه النهارده دي انت افتقدت فيها شخصيه النادي الاهلي. صح. تمام. السيطره، الاستحواذ، الضغط على الخصم، الحاجات اللي انت معروف بيها كنادي اهلي. طب انا جبت السبب بتاع النهارده، هات لي سبب المصري. ما انا بقول لك اهو يا كابتن. لا يعني انا جبت سبب النهارده، قلت لك الرجوع من افريقيا. واحنا كابتن انا من وجهه نظري، انا بصراحه خليني ده وجهه نظري، هات لي بقى سبب انك انت خسرت مباراه المصري. ما انا بقول لك ايه هو؟ ما انا نفس الموضوع يا كابتن. لا ايه هو؟ انا نفس الموضوع. انت انا وجهه نظري دي افتقادك لشخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني يا كابتن مش كل احنا كل مباراه افتقاد الشخصيه ما بتبقاش في مباراه يعني من مباراه يا كابتن. لحظه ما طب وبعدين توصل طب ده خسرت من المصري وبعدين توصل قبل نهائي افريقيا. لحظه واحده، طب ما دي حاجه. انا لما باجي انا اقوى المصري ولا الرجاء في انا دلوقتي أفريقيا. دي المره الثالثه. بص يا كابتن بلال، دي المره الثالثه على التوالي، على التوالي اللي لم ينجح فيها مستر بيسو موسيماني في فك شفر الدفاعات طلائع الجيش. السنه اللي فاتت برضه هم اللي خرجونا من البطوله، من الكاس، من كسبوا الكاس، تعادلوا معانا 0-0، تعادلوا معانا في الدوري، الدوري العام هم اللي خسروا وكسبوا السوبر. واحنا صح واحنا ما قدرناش ان احنا نخترق الدفاعات دي. فهل هل في مشكله في تعامل مستر موسيماني مع الفرق اللي بتلعب بتكتلات دفاعيه في نص ملعبها؟ ما هو طب الحلول ايه؟ ما هو ما كل الفرق بتلعبك كده يا كابتن، كل الفرق بتلعبك كده. هات لي فرقه بتهاجمك، كل الفرق وانت بتنجح تكسبها يا كابتن. ما هو لازم يكون في حلول يا كابتن. يا كابتن انت بتنجح انك تكسب الفرق دي وبتاخد بطولات وبتكسب وعندك ابنات كتير، وده النادي الاهلي. كل الفرق بتيجي تلعبك مدافعين، لكن انا لما يجي اخسر بنتين النهارده واخسر المصري، ما تقوليش شخصيه النادي الاهلي راحت. لان في المصري انت خسرت. انا بقولش لا، انا اتكلم على كلمه بلال اللي قالها. انا بكلمك لحظة. في الماتش ده انا عارف الماتش لكن بكلم. ترجع بعديها توصل قبل نهائي افريقيا، وبعدين ترجع بعد نهائي افريقيا، يعني دي معنى كابتن. كابتن عادل احنا متعادلين مع رجاء، احنا متعادلين مع رجاء يعني احنا ما كسبناش هناك. انت كسبت هنا
كابتن انت متعادل هناك 1-1. طيب. طب تمام استاذنكم كابتن استاذنك بس الموضوع ده يعني موضوع يعني مهم جدا ماشي. عشان تقول الكلام ده كابتن عادل لازم يبقى انت مثلا فاكك مثلا عملت ماتش عالمي عبقري تمام فخدت بطوله ماشي الكلام ده بنعذر ما انت اخوخ ما انت وصولك قبل النهائي وصولك قبل النهائي دي بطوله وده انجاز للاهلي يا كابتن مش انجاز الاهلي رايح للانجاز لكن انا كابتن عايز اقول لك حاجه انا مش معاك طيب عايز اقول لك حاجه خلينا خلينا كابتن المصريين خرجوا بره اختلف معاك يا كابتن ثلاث فرق المصريين خرجوا بره هنطلع فاصل الاهلي اللي قبل السيمي فاينل هنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد فاصل ارجوكم انتظروا مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن بلال من وجهه نظرك الفنيه اسباب التعادل بص اخد يعني اخر كلمتين من كابتن عادل وهو بيتكلم على بطوله افريقيا بص يا كابتن الفرق الكبيره ما ينفعش باي حال من الاحوال انك لما تروح تلعب مباراه في افريقيا تيجي في الدوري العام تخسر عشان كنت بلعب في افريقيا لا هو واضح ان التغير يعني تغير المناخ وتغير الدوري وعنده في مشكله مع مستر الموسيماني عدم التحضير بشكل جيد في الدوري العام بعد بطوله افريقيا واضحه بالنسبه لنا تمام على اساس ان دي اتكررت اكتر من مره خد اكتر من مره أي. تمام اكتر من مره مثلا انت بتروح تلعب في افريقيا بتكسب بتيجي الدوري العام بتبقى انت زي ما يعني مش محضر للجيم بشكل كويس أي. يعني بالظبط يا كابتن ثلاث مرات تحصل ما هو بص يا كابتن شوف انا عشان اقول ان انا ده اللي انا قلته عشان اقول يا كابتن يعني انا اللي بقول لك ان في خطا وصلت السيمي فاينل فجيت النهارده عندي مشاكل لا ما ينفعش يبقى عندي مشكله انا لاعب راجل سيمي فاينل كسبان عندي بطوله دوري عام انا خسرانها السنه اللي فاتت بسبب برضو المواقف اللي زي دي فلازم انا اتعلم من المواقف السابقه ده اللي انا بقوله لك هو احنا اخطانا مرات ورا بعض يا بلال مستر انا اللي انت ما فهمتنيش انا قلت لحظه بس عشان تتكلم على علم يعني على نور انا قلت لك ثالث مره يحصل ده ثالث مره يحصل نخرج بره نعمل حاجه كويسه نرجع يضيع مننا بنات علشان عدم تحضيرنا الجاي ده اللي انا قلته كابتن هو معنى ان احنا وصلنا للسيمي فاينل هل ده طموح وقدرات الاهلي وقفت عند الحته دي لا. فبالتالي اجي في الدوري العام مش محضر للجيم لا انا طبيعي الماتشات مختلفه عيب فينا في الفتره دي بص عيب كل ماتش كل الماتشات او معظم الماتشات اللي بيلعبها مستر موسيماني مع فرق بتحاول ان هي تلعب زون ديفنس كابتن الدفاع بيبقى فيها صعوبه بيبقى عندنا صعوبه جدا في الماتشات ما بنقدرش نعمل ليه يا كابتن عادل ليه بقى ايه المشكله النهارده يعني تعال نشوف كل الفرق كلها جامده يعني النهار... كل فرق الدوري يعني الممتاز طلع الجيش ايوه كابتن فرق طلع الجيش كل الفرق في الدوري بتلعبك يا بلال زون ديفنس لا في فرق كبيره في فرق بتلعب جيم مفتوح هات لي فرق لا يعني سموحه بيلعب جيم مفتوح الزمالك بيلعب جيم مفتوح بيلعب معاك جيم مفتوح بيراميدز بيلعب جيم مفتوح المصري بيلعب جيم مفتوح حتى المصري بيلعب جيم مفتوح ماتش فرقتين او ثلاثه في الدوري انت عندك 17 فرقه في الدوري غير الاهلي بيلعب معاك ثلاثه بس ممكن يلعبوك لعب مفتوح 12 13 فرقه بيلعبوك نسمع كلام كابتن بلال اتفضل يا كابتن النهارده يا كابتن عادل عشان العب قدام فرقه قافله الجيم بالنسبه لي لازم يبقى انا طول ال 90 دقيقه ضاغط عليهم ضاغط لازم هيغلط في كره من واحده من لازم تنوع كمان ادائك الهجومي شويه من على اطراف الملعب من قلب الملعب التصويبات النهارده بنتكلم في كام تصويبه النهارده يا كابتن مفيش ولا تصويبه النهارده مفيش ولا تصويبه مع فرقه في 8 لعيبه جوه مش على جوه ال 18 طب كام كروس النهارده من علي معلول من ناحيه الشمال 2 طول المباراه مع فرقه بتعمل زون ديفنس كام كروس محمد هاني 3 مع فرقه بتلعب يعني زون من جوه 18 البيانات يعني انت النهارده يا كابتن عشان تكسب فرقه هي اوريدي بتشتغل 11 او 8 9 لعيبه داخل ال 18 يبقى عندك حلول لازم انت ضاغط بتضغط على الفرقه دي من نص ملعبك انت عندك بتستحوذ بشكل كويس بتنقل الكوره بعرض الملعب بشكل جيد النهارده كل الكرات بتاعه النادي الاهلي كلها طوليه يا كابتن علي بس كلها طوليه كلها كمان يا كابتن بغض النظر عن البطء يا كابتن انت النهارده كلها كرات طوليه انت ما بتحاولش انك تنوع في الهجمات الكورتين النهارده اللي عملتهم بشكل جيد لما بتحضر تحت الشمال وتلعب عكس محمد هاني كلها كل الكرات هاني فاضي حتى الكره اللي حطيتها لحمدي فتحي والمفروض كان يلعبها بالعرض برضو تحضير من ناحيه الشمال وكره اتلعبت لحمدي فتحي كان فاضي طيب انت ليه ما بتحاولش تغير في رتم الاداء ليه مش شويه سرعه شويه تهدي شويه تجذب الفرقه اللي قدامك تفتح مساحات يعني التحضير بشكل عام بعد البطولات الافريقيه فيها مشكله عند مستر موسيماني اللعب قدام الفرق اللي بتدافع بشكل كبير جدا تمام 11 او 9 او 10 لعيبه برضو عندك مشكله تمام انت اللعيبه النهارده مثلا اليو ديانج وحمدي فتحي اتنين بيلعبوا في نص ملعب
ولا تصويبه من نص ولا تصويبه، هي استثناء واحده بس لأليو ديانج من ناحيه اليمين شويه، وكانت يعني مش في متناول ال 18 عشان كده راحت بالشكل ده. لكن طبيعي جدا النهارده يبقى في 6 7 تصويبات على الاقل. صحيح. مع فرقه النهارده يا كابتن سايبه لك كل حاجه، واقفه في ال 18 بتلعب على هجمه مرتده سريعه، كان ممكن ان هو يخطف بيها هدف. يعني انت النهارده يعني عايز اقول ان القدر يعني جيد، يعني انك انت النهارده ما جاش في الجول في الاخر، في اخر ثانيه انفراد واضح جدا ورقص الشناوي وحط الكره، فكان ممكن تبقى خسران الماتش ده برغم ان انت مستحوذ تقريبا اغلبيه الماتش تمام، بس استحواذك للاسف استحواذ سلبي، مش قادر ما بتستحوذش استحواذ ايجابي للاسف. السرعه كمان بتاعتك في رتم. صحيح. الاداء بتاعك لا، انت الريتم بطيء، انت بتستلم على مهلك. مزبوط. ليه يا كابتن؟ لان الانتشار بتاعك مش جيد. صحيح. ما هو انت طالما الانتشار بتاعك مش جيد يبقى انت كمان مش هتبقى حلول. رتمك مش هيبقى سريع. مزبوط. تمام، لو الانتشار جيد زي ما اتكلمنا النهارده بيرسيتاو بيلعب النهارده هو حقيقه بيلعب تحت الفيرود، لكنه على الورق وفي التشكيل على طرف الملعب. مزبوط. فانت النهارده لا مفتقد كمان شغل من ناحيه اليمين. محمد هاني لوحده بيلعب طول الشوط الاول والشوط الثاني بيلعب لوحده ناحيه اليمين. طب فين اللعيب اللي هيقدر يشتغل الحته دي، اللي هيستلم الكره من على طرف الملعب ويضم لجوه؟ ما انت لازم يبقى عندك تنويع في الاداء عشان تكسب الفرق اللي بتلعب زون ديفنس. التصويب والكرات العرضيه من اهم الاسلحه اللي تقدر تشتغل بيهم مع الفرق اللي هي بتعمل زون ديفنس. لا، والسرعه في الاداء كمان يا كابتن، واستغلال المهارات الفرديه النهارده. واحد ضد واحد مفيش، مفتقد. شفتش النهارده يا كابتن علاء واحد ضد واحد النهارده؟ حسين الشحات بيروح ضد واحد، بيرسي تاو بيروح واحد ضد واحد، الدبل باص ال 1 2 ما حصلتش غير مره او مرتين، علي معلول من ناحيه الشمال مرتين. يعني انت عندك لعيبه عندها امكانيات وعندك لعيبه عندها قدرات، بس لازم اللعيبه دي تفهم ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي. يعني ايه بيلعبوا في النادي الاهلي؟ يبقى كل مباراه بيلعبوها لازم يبقى يلبسوا شخصيه النادي الاهلي. يعني ايه؟ عايز اكسب. صحيح. يعني مش معقول عشان انت يعني عديت الرجاء ورحت السيمي فاينل هتيجي في الدوري العام تقول ايه؟ طب يعني احنا نريح بقى شويه. لا طبعا لا، الاهلي ما فيهوش راحه. النادي الاهلي احنا خسرنا السنه اللي فاتت، خدنا بطوله افريقيا وخسرنا الدوري العام، الجمهور المصري ما كانش راضي باي، جمهور النادي الاهلي ما كانش راضي باي شكل ان ينتهي الموسم. مظبوط. بخساره بطوله الدوري، خاصه انت اللي خسرتها. صح. تمام، مش الخصم اللي كسب، انت اللي بتتعادل وانت اللي بتخسر. مظبوط. فالنهارده المباراه اللي جايه لا تحتمل انك عمليه التحول من افريقيا للدوري العام تبقى بالشكل ده. صحيح. الماتش اللي جاي ماتش صعب برضه، محتاج تركيز شديد جدا من اللعيبه، محتاج كمان انك تشتغل نفسي مع اللعيبه كابتن ايمن، والحاله التشجيعيه بتاعت اللعيبه والنقله، وانك يعني زمان في النادي الاهلي كابتن كان موجود كان بعد الماتشات الكبيره اللي بتلعبها بتحصل مشكله في الفرقه دايما. صح. عشان يبقى كل اللعيبه ستاند باي، مفيش لعيب يبقى كبير على اللعب، مفيش لعيب يبقى النهارده بيلعب للمزاج. انا شفت انا اسف يعني النهارده في بعض الاوقات بتشوف بعض اللعيبه يعني عايز تقول له يعني اقوم كده شويه، دوس شويه، دوس شويه. بلال ده بيروحوا مثلا كره زي دي مثلا احنا بنتفرج عليها كويس، اتقطعت كويس، دي احلى كره في المباراه. اعتقد يعني اتلعبت خد بالك كويس. لا لا بالستايل الطريقه اللي يعني لو كان باص ولا رد اللعيبه وهي نازله عشان تبتدي هجمه من جديد، ماشيه بالراحه راجعه مش مهم اوفسايد، مش مهم يرجع مع الكوره، واخد وقته قوي قبل ما يرجع. أيوه. مش مهم هي كرة هتيجي ولا مش جايه. يعني كابتن اديني بس فرصه ثانيه واحده اقول لكم حاجه مهمه قوي. انا مش من عادتي دائما بهد الدنيا لما بكسب وبقول انا بطل وانا قوي، ولما بخسر او بتعادل ما بهدش الدنيا بقول انا طبعًا عندي كل اخطائي وعندي الدنيا كلها اخطاء. لا، في حاجه اسمها انك انت تكون اتزان، عندك اتزان. مزبوط. ليه عندك اتزان؟ دي بتجيلك امتى لما بيكون عندك اتزان؟ خلي بالك من دي يا بلال، مهم قوي، من التجارب. انا في الوقت الحالي ماذا نفعل من اداء لاعبين النادي الاهلي النهارده؟ طيب نستاذنك كابتن عادل بعد اذنك نروح بس المؤتمر مستر موسيماني ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار مره ثانيه. موسيماني واخد لك على التدريب النهارده وخسرت نقطه مهمه في الصراع على القمه. ما زال المسلسل اهدار الفرص المسلمه في النادي الاهلي. وطبعا نتكلم العذر للعيبه النهارده بالاجهاد لكن اهدار الفرص تسبب النهارده ان الاهلي يفقد نقطتين مهمين جدا في صراع القمه. هل كابتن موسيماني عنده اداء لاهدار الفرص اللي ظهرت في ماتش الرجاء وظهرت النهارده في ماتش طلع الجيش؟ السلام عليكم.
Yeah, we miss a lot of opportunities. عندنا فرص كتير فعلا. Even against رجاء away we missed. حتى قدام رجاء مرة هناك في المغرب ضيعنا برضه عندنا فرص. It is a concern. دي حاجة طبعا ده حاجة وضعي المفروض ناخد بالنا منه. المفروض نشوفه نعالجه. But this match, I think, even if we play another hour, maybe we don't score. بس الماتش ده كان في ظروف خاصة لكن لعبنا سنة ساعة كمان قعدنا ساعة فوق الوقت ما كناش هجيب جوان برضو النهاردة. We tried to win it. حاولنا نكسب. I put everybody who's on the bench, who's an attacker, everybody. نزل كل على الدكة عنده كل المهاجمين لعب كل الناس اللي عنده. But there was no goal. ما حدش جاب جوان. تفضل. ليه بيستخدموا السؤال يعني هتمتش على الصوبات من الخارج يبقى حاسوت فروم اوتسايد اذا وان اوف ذا تو شوت تو سكور جولز اذا تو شوت اوتسايد بلول في التكتل ده سؤال سبيشال بلاي بدل ديفنسيف جيم لايك اي شوت بلاي يا ميبي ميبي ليش فنش ذا صوبات ودي ان سي اني شوت فروم اوتسايد يا ميبي يمكن ده عند حاجه ممكن كان المفروض يشوطوا فعلا من بره كان ممكن يشوط من بره كان ده حل من الحلول عشان التكتل الدفاعي مستر بيتسو موسيماني النهارده يمكن الاهلي خسر 5 نقط في ماتشين. You lose 5 points in the 2 games in a row. قال مستر بيتسو موسيماني المنتخب وطبعا الاهلي موجب طبعا. Yeah, yeah, sure you are tied. The praise are tied is sure because of the African games. بس هل الجهاز الفني بيشتغل ان هو او خايف؟ I'm afraid to repeat the same scenario like last year to lose the title because of losing points. Yeah, we have too many games, of course. But that's not an excuse why we don't score. طبعا لسه فاضل ماتشات لسه قدامنا ممكن نلحق نفسنا بس طبعا ده مش عذر ان احنا ما سجلناش اهداف. We didn't lack energy today. ما كانش في طاقه، ما كانش طاقه النهارده. We played one half. Doesn't mean we didn't have energy. لعبنا شوط واحد بس مش معناه ان لعبنا في نص واحد بتاع الملعب ده مش معناه ما كانش في طاقه يعني. Yes, I accept, I understand. انا طبعا فاهم الظروف متقبلها يعني. هل مستر موسيماني كان شايف ان تغيير تعامل السلاح قصاد تعامل السلاح في اول 10 دقايق من الشوط الاولاني اثبتت ممكن يوزنج اون ذا سلاح ان ذا فيرست 10 مينتس تشينج ذا كونديشن اوف ذا جيمز اند ذا تشينج ذا سبورت تو دو كان ممكن ان هو يبقى شايف ان السلاح كان شوت فروم اوت سايد اند كان هاف ا سوليوشن بس الخطابات الدفاعيه للفريق طبعا مش شايف ذا ديفنسيف جيم بلاي باي ذا عمرو سلاح از اوفر لودد عنده طبعا محمد عنده مجهد اجهاد زايد. And he made a very good decision because when he wasn't feeling good he came out. وقرار استبداله كان قرار موفق جدا انا اول ما احس ان هو مش تمام لازم نغيره لازم احس ان هو مش There's no player who has played so many games than عمرو سولية. مفيش لعيب عندها لعب ماتشات كتيره جدا زي عمرو سولية. And today he was not supposed to play. النهارده المفروض كنا نريحه المفروض ما كانش يلعب. But Hamdi was feeling discomfort بس حمدي كان برضه ما كانش مستريح قبل الماتش كان حاسس بتعب and we changed today in the morning والصبح بعد كنا حاطين حمدي هو بدا الماتش النهارده هو حاسس بارهاق وتعب فبدلناه وحطيناه سليم مكانه يلعب المباراه ده حصل النهارده الصبح I have only three midfielders انا عندي بس ثلاث ديفندرات ثلاثه وسط ملعب بيلعبوا and I have to make sure that I keep one outside لازم اخلي واحد دايما على الدكه عشان التغيير and we have two important games coming عندي ماتشين مهمين جدا جايين so I've got to manage the legs لازم ادير تعب الارهاق ده yeah we are sad that we didn't win today طبعا احنا انتبهنا احنا من الحزن ان احنا ما كسبناش النهارده but we tried to win بس حاولنا نكسب حاولنا نفوز مستر بيتسو موسيماني عن مدى رضا مستر بيتسو موسيماني على اداء حسام حسن النهارده حسام حسن هل ممكن يعني زي maybe you can improve your percentile maybe you can take many games like before what did you say what do you think about حسام حسن performance and حسام حسن and maybe the bad performance of percentile can give you the predict about حسام no you can judge حسام حسن ما اقدرش احكم على حسام حسن مباراه واحده I'm happy you played him انا كويس اني لعبته النهارده انا مبسوط اني لعبته النهارده because it's okay to play him he deserves a chance so I gave him the chance كويس بتيجي فرصه خليه يشارك بخليه يلعب Pesitao is playing good Pesitao بيلعب كويس but he's missing the chances Pesitao بيلعب كويس بس بيهدر فرص he's just missing chance to score هو بس اهدر لعب كويس بس اهدر فرصه التسجيل جات له okay That's why I put Osam today. عشان كده استبدل عشان كده النهارده لعب حسام حسن يعني؟ لعب حسام حسن. Maybe he can score. يعني حطه اصحاب تاني النهارده يمكن كان ممكن يسجل بعد That's why I put Sharif today. وبعد كده برضه استبدل ونزل شريف النهارده عمل تغيير. He also missed the chance. وبرضه شريف اهدر فرص هو كمان. Put Salah.
حط برضه صلاح محسن برضه اهدر الاربعة اربع مهاجمين. So where am I going now؟ عامل ايه هروح فين دلوقتي؟ الاربع مهاجمين بتوعي ضيعوا. Maybe I must play. المفروض العب انا بقى عشان اجيب. Mr. Musimani, how did you like the title? Of course, you are very tired, but technically, the last game, you played 4-2-2-2. An exceptional game of the Raja in Morocco. So give the Pestel the freedom to be near from the car. To playing 4-2-2-2 is better for Pestel to for his performance to be near to the box. But Pestel is missing opportunity. He missed here against Raja. All the last games missed opportunities. Maybe the chances opportunity he got Sharif and Salah Mohsen got to him was very difficult. Sharif has been no don't talk about today. Sharif has been playing all the games. He's been missing. No, it's not like that. You see, they're missing the opportunities, but the chance they got Salah Mohsen and the Sharif was easier. It's more difficult that the Percy was easier. Supposed to score. No, Percy Tau is missing the chances. We cannot run away from it. No, but he's not from the reality. He's playing for Percy Tau. Hassan played. Hassan played. No chance, okay? Sharif has been playing all the games. Yeah, no, but I'm giving you reference. Don't drag me 1 point. ما تخش في نقطة واحدة بس على ماتش النهاردة بتكلم عن ماتش. I'm giving you reference. Why this one? ليه بختار ده؟ Sharif maybe played 7 goals games. تفاهم 7 ماتشات ما جابش فهي اوكي. اسامة حسن لعبنا اوكي. اتفضل. But Percy is missing the balls. بس برضو بيرجع تاني بيأكل. We all can see. كلنا شايفين بيرسي بيلعب. Sharif is not scoring. Sharif ما بيسجلش. We all can see. برضو كلنا شايفين. تمام. Today Hassan played. He didn't even make one chance. تمام. فرصة واحدة. Salah Mohsen came one slight chance. Salah Mohsen فرصة كده خفيفة جت. Those are my four strikers. دول أربع روس حلوة. I put them all in. نزلتهم كلهم النهاردة عشان أجيبهم محدش فيهم جاب. حبيبي. اتفضل. What do I do؟ هعمل إيه؟ اتفضل. طب في سؤال برضه. في سؤال. اتفضل. اتفضل حضرتك. لو لعبنا ساعه كمان ما كناش هنسجل. اصلا عشان الفريق مجهد ولا play one more hour with you in not score because the team are tired, the players are tired or what. I don't want to talk about the team being tired. مش عايز اتكلم عن موضوع ان الفريق مجهد. Because today we can't say we are tired. النهارده we were all in one hour. بص هي النقطة برضه بتتكلم في حكاية في إجهاد بس ما نقدرش نقول ده السبب النهاردة لأن النهاردة كنا حاطين لهم في نص ملعبهم طول الماتش. Okay, so I don't want to make excuse. ما بقولش أعذار. We did not score the goals. We are missing the opportunity. أهدرنا فرص، جات لنا فرص ما جبناش، لحت لنا فرص ما سجلناش. Okay. بس. So it's not being only about tired. مش بس موضوع الإرهاق. We've got a heavy program. أكيد تعرف مش of course we're gonna have a program. That's why Sulaya cannot... برنامج مش زي زي ما بيقولوا على طول برنامج يعني بتاعنا في مكثف مش زي عشان كده سلية حصل له إصابة لأن عندها برنامج غير برنامج أي نية تاني. It's going to be difficult. هتبقى صعب هتصعب أكتر وأكتر. When you fight for the mundial, when you fight for تنافس في بطولة أفريقيا في كأس العالم. AFCON, when you fight for Arab Cup, when you fight for the World Cup qualifiers, you're going to have heavy things. كاس افريقيا مع المنتخب وكاس عرب وتصفيات كاس عالم وبطوله كاس عالم بتاعتنا لعبوا فيها وبطوله افريقيا والدوري اللعيبه نفس اللعيبه هي بتستخدم فطبعا مش هتبقى سهل بالنسبه لنا. And watch this space this after June. شوف ده بعد يونيو هيحصل ايه. AFCON qualifiers. تصفيات بطوله افريقيا تاني. Again, تمام. تاني للمنتخبات الأم أفريقيا. Thank you. Maybe we sign you. You wanna help us? شوفنا مستر موسيماني في المؤتمر طبعا كان باين عليه طبعا التأثر نتيجة فقدان نقطتين ولكن هو تقريبا مستر موسيماني قال إن هو استنزف كل الحلول النهاردة يعني حتى في الآخر هو في البداية أو في نص الكلام قال لك أنا في الآخر نزلت تقريبا كل القوى الهجومية اللي عندي ولكن مع ذلك فشلوا في استثمار ولو الفرص القليلة اللي هي اتهيأت لهم فطبعا هو باين عليه التأثر الشديد زينا ولكن هو قال نفس الكلام اللي احنا قلناه
الفتره اللي جايه مهمه صعبه جدا 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 للنادي الاهلي. عندك ثلاث ماتشات، الماتش اللي جاي مش مستحمل انك تخسر تاني، سيراميكا كليوباترا، المباراه اللي جايه سيراميكا كسبان النهارده بيراميدز، عندك كمان يومين سيراميكا ممكن يلعب بنفس الاسلوب، فلازم التحضير زي ما قالوا الكباتن للمباراه القادمه يكون خلال اليومين اللي جايين، لازم يبقى في حلول، ما يبقاش نفس المنظر متكرر زي مباراه النهارده. عندك بعد كده ماتشين صعبين جدا 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 وفاق الصيف، ولازم يتعمل حسابهم من دلوقتي. وفاق الصيف دائما بيلعب على ملعب نجيل صناعي هناك، بيبقى فيه صعوبه كبيره جدا 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 للاعيب في التحكم في الكره، حتى في الوقفه، حتى لما بتيجي تجري. فلازم النادي الاهلي برضو يعمل حسابه زي ما قالوا الكباتن، انت بتفكر تفكيرين، معلش هو لازم المرحله دي كده تفكر في ماتش الدوري اللي جاي، وتفكر برضو في الماتشين بتوع فاق الصيف، وتفكر ازاي هتتعامل مع الصيف هنا وفاق الصيف هناك بناء على النتيجه اللي هتعملها طبعا هنا، ولكن تبقى عامل حسابك لحاجات كتير جدا منهم ملعب المباراه، ولازم الكلام ده يحصل من بدري. هنروح نشوف لقاء مع الكابتن طارق العشري، ومن بعدها نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. جديد ده بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء الاهلي وطلائع الجيش في الاسبوع السادس عشر للدوري المصري بالتعادل السلبي بدون اهداف، سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش. كابتن طارق برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيه الكابتن ايمن شوقي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. مباراه النهارده وانت بتلعب قدام النادي الاهلي دايما بقول للفرقه بتاعتي اخطائك تكون قليله، النهارده فريق طلائع الجيش اخطائه كانت قليله قدام النادي الاهلي، قدر يقفل يعمل مباراه دفاعيه امام النادي الاهلي، واكيد انت استغلت حاله الاجهاد اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي يا كابتن طارق. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين طبعا من اول ايمن لحد طبعا الكوكبه، مش عايز انسى حد يعني، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ورمضان كريم طبعا على كل الامه الاسلاميه يا رب وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه. مفيش شك مباراه الاهلي بالنسبه لك الطلائع كانت بتاخد مننا وقت كبير جدا في التحضير، ويمكن انا لعبت على عامل الاجهاد اللي كان باين على النادي الاهلي، الاجهاد كتير جدا جدا في الشكل، انا مشفق عليه لان مباراتين الرجاء عشان يطلع من هناك بالشكل القتالي اللي حصل في المباراه ويترشح من المغرب والسفر، في الشكل خد من لاعبي النادي الاهلي مجهود كبير جدا في التحضير من موسيماني والجهاز الفني عشان يطلع بالتابلو اللي احنا شفناه في المباراه اللي فاتت ده، فمبارك لهم اولا ان شاء الله للترشح، وان شاء الله باذن الله كمان احنا مستنيينهم للنهائي. المباراتين بالنسبه لهم احنا درسناها بشكل كويس جدا جدا في الفتره اللي فاتت ديت، كان عندنا وقت ان احنا نقف على كل التفاصيل الصغيره، لان النادي الاهلي طبعا في الشك طبعا لما تترك له تفاصيل صغيره يستطيع ان هو يصنع الفارق. عامل الاجهاد كان باين، وده اللي احنا عملنا عليه بشكل كويس جدا. تقفيلنا الدفاعي المنظم، وفي الشك طبعا احنا عملنا جيم جيد جدا دفاعيا، مع مش الدفاع البحت من اجل الدفاع، لا بالعكس يعني دفاع منظم من اجل استراتيجيه استغلال انصاف الفرص، واللي يمكن راح بيها فيكتور في الشوط الثاني، واللي كانت ممكن تستطيع ان طلائع الجيش ياخد ثلاث نقاط من النادي الاهلي مهمه جدا جدا جدا، لكن في الشك طبعا النقطه دي بالنسبه لنا بما انفوز يبقى دافع علينا في الدوري، خاصه احنا عندنا نهايه الدور الاول مع الاسماعيلي على ملعبنا، في الشك طبعا النقطه دي بالنسبه لنا يعني بما انفوز زي ما قلت، وان شاء الله يبقى دافع علينا بشكل كويس جدا. انا يعني عامل الارهاق ما فيش شك لعبت عليه، لعيبه النادي الاهلي باين عليهم، حتى اللي نازلين باين عليهم الاضافات للتكثيف في النواحي الهجوميه في الشوط الثاني، في شك طبعا موسيماني حاول يقدر بقدر، واحنا كثفنا كمان في النواحي الدفاعيه، لان مهند احنا سقطناه ثالث، بعدين نزلنا السيسي مع شحاته مع شيكا يقفلوا بثلاثه، وتركنا فقط في صباحي وفيكتور في الامام لانهاء الهجمات المرتده. لكن يعني الحمد لله انا مبسوط من الفرقه ان احنا الحمد لله يعني استطعنا ان احنا نحصد عدد نقاط كبير جدا، خاصه النهارده النقطه تبقى دافع زي ما قلت في ماتش الاسماعيلي، ونبتدي ناخد السلم بشكل كويس جدا للوصول للمنطقه الدفئه، عشان انت عارف الحته ديت فيها يعني متشابكه كبير جدا بين الانديه، النقطه بتفرق.